بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هذا جيد، لكن ينبغي أن يعلم أن كثيرا مما في كتب التراجم ليس على حقيقته ولا يمكن قبوله. كان يقال إن فلانا مثلا كان يختم القرآن في اليوم كذا مرة، هذا ليس بمعقول، بل منهي عنه. الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفيما صح من صحيح الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بغية وغنية. فمر قبل قليل تفضلتم بحديث أبي بكر، فالإنسان إذا جمع الصوم وعيادة المريض والصدقة واتباع الجنائز والصيام في يوم واحد قد أفلح كثيرا ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والقصد القصد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القصد القصد، وقال إن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. فكذلك الإنسان يحرص على أن يجمع من هذا كله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هي أوصت بالإخلاص، لكن يعلم أن من خشي على نفسه النفاق إن شاء الله قد برئ منه. أرجو الله أن يثبتنا وإياها على الصراط المستقيم، وأن تدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. أيضا السؤال الأخير فضل الشيخ حول الإخلاص بالعمل. أي قلت يعني تدعو الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وصعب أن نتحدث فيه، يعني الله المستعان.